وأعدت لهم القوات البحرية اليمنية ما استطاعت من قوة وصواريخ ومسيرات وألغام كاسحة. إنهم جند مغرقون، هذا ما وعد به قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي واشنطن. إن تجاوزت الخط الأحمر في البحر الأحمر وتورطت في حماقة العدوان على اليمن. إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر، أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفاً لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية. عمليات نوعية، تكتيكات عسكرية وترسانة متنوعة، مثلت القوة البحرية علامة فارقة في تشكيلات الجيش اليمني، وهذا ما ظهر جلياً وأذهل الجميع منذ أن أوصد اليمن باب المندب وحرم مياه البحرين الأحمر والعربي على السفن الإسرائيلية نصرة لغزة. مندب، عاصف، فالق، روبيج الروسي، البحر الأحمر ومحيط، هذه بعض من الصواريخ التي تمتلكها القوات البحرية اليمنية. لديها قدرات تدميرية عالية وفتاكة، وفي الترسانة ألغام كاسحة كثاقب ومرصاد وشواظ والنازعات. أما الزوارق البحرية فمنها طوفان وعاصف تتميز بسرعتها العالية وقدرتها على المناورة، وتقوم بمهام هجومية ودفاعية. قصمت عمليات اليمن ظهر الاقتصاد الإسرائيلي، فدخلت أمريكا مباشرة بعد فشل سياسة الترغيب والترهيب مع حكومة صنعاء. شكلت تحالفاً بحرياً لحماية السفن الإسرائيلية، لكنه وئد قبل أن يولد، انفضت أغلب الدول عنه، فلا طاقة لأحد على خوض مغامرة محكومة بالغرق في بحر من الخسائر. الأمريكي أعلن عن تحرك جديد. الأمريكي كان يتحرك منذ البداية، يحاول من البداية أن يقدم كل أشكال الحماية للسفن الإسرائيلية، ولكن الذي يسعى له الآن هو توريط الآخرين معه في حماية السفن الإسرائيلية وحماية السفن المرتبطة بإسرائيل. اشتعل البحر الأحمر، وقعت واشنطن في المحظور، وانساقت خلف أهواء تل أبيب باستهداف 3 زوارق يمنية، ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء على طريق القدس. ظنت أمريكا أن ذلك سيثني اليمنيين عن خطوتهم، فما زادتهم إلا إيماناً وثباتاً في مواجهة امتزج فيها الدم اليمني والفلسطيني ضد فرعون العصر. أما رد اليمن على غطرسة أمريكا وطغيان إسرائيل فقادم لا محالة، والتاريخ يشهد أن لكل فرعون موسى.